هاي لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا بام تي في الايف اليوم، صار وقت فقره باتس مثل كل تنين بهيدا الوقت، مكملين معكم بام تي في الايف. اليوم بفقره باتس عندي ضيف وعندي كلبه معه، رح نحكي عن بريد المالينوا، بس قبل ما نتعرف على ضيفه جو صندوق وكلبته استار استار صح؟ في عنا كيس رح احكي عنها بالاول بدايه، اللي هي الشيء اللي شفناه على كل السوشيال ميديا والنيوز الجمعه الماضيه. صار عنا حالتين وحالتين كثير كثير بشعين قطعوا معنا الجمعه الماضيه، لكل محبين الحيوانات واللي بيتابعوا الاخبار اكيد عرفوا فيها. اول وحده هي الجريمه اللي صارت ببشره، شفنا شخص عم يضرب الكلب بكل قويته بخشبه كثير كبيره لا يقتله. ما رح نعرض الفيديو لانه الفيديو كثير مزعج، مش الكل بيقدر يتحمل يشوفه، بفضل انه اصلا ما نرجع نعرضه. ففي كثير عالم عرفت عنه، شخص بالمفروض يتوقف لانه في قانون يوقفه، بس هذا الشخص هربان. الدافع اللي كان عم بيخليه انه يكسر ويخبط الكلب ليقتله هو لانه اكل له دجاجه. نحن على طول عم نعمل اويرنسز وعلى طول عم نحكي عن هالمواضيع انه هيدا الشيء بطل مقبول، ونحن اليوم الجمعيات والان جي اوز عم بيشتغلوا ويلاحقوا الاشخاص المعنيين واللي عم بيعملوا عم بيرتكبوا كل هالجرائم. هيدي كانت اول قصه اللي بعدهم الان جي اوز عم بيتابعوا فيها والشخص عم بيتلاحق. اما القصه الثانيه واللي هي الأسوأ والاكبر، هن ال 70 كلب اللي كانت في مدام كمان ما رح نقول اسمها، اللي كانت حطتهم عندها بارض، وهذه الارض منا مرخصه، وكانت مدعيه انه هي ان جي او وهي ما كانت ان جي او، عم بتلم مصاري على حساب الكلاب، وما كانت لا عم بتطببهم ولا تطعميهم ولا تشربهم، وصار عددهم كثير كبير وكل هالكتاب مرضت. اشتكوا عليها البلديه وقالوا لها انه مجبوره تشيلي هالكلاب لانه بطلوا صاروا عم بيعرضونا للخطر. حبت هذه السيده انه تحطهم بكميون كثير كبير وتروح تحطهم بشلتر اللي هو كان اوريدي عنده 350 كلب، بس ما قدروا ينزلون لانه اهل الضيعه ما قبلوا انه يتنزلوا. هيدي السيده الساعه 2 الصبح راحت كبتهم قدام شلتر جيف مي ابو اللي هي تمارا ابي خليل اللي هي اونر تبع الشلتر، كانت ضيفه معنا الجمعه الماضيه. للاسف وعيت الصبح تمارا لتروح تعمل كلاب الساعه 7 الصبح، وتفاجات تتلاقي بكميه 70 كلب جربانين مكبوبين مثل ما هن قدام الشلتر عندها، وفلتانين بالطبيعه لانه الشلتر محطوط براس المتن وفي حواليه غابه. اللي صار هو كان شوك لتمارا، 70 كلب جربانين فلتوا عندها بالشلتر وبالاراضي اللي حوالي الشلتر، وثلاث ارباعهم ضاع. معي تمارا اليوم اللي هي عم بتوهج صار لها ثلاث ايام، هي وغير ان جي اوز اللي عم يجربوا يساعدوها، معي اياها على الخط لتحكينا لانه هي اليوم واقعه بمصيبه اكبر منا، منا قادره تقدر تامن حكمه، طبابه، ارض، اكل، شرب لها الكلاب، وصار لها كل الويك اند يعني جمعه سبت احد من وقت ما بلشت هالحاله عم بتجرب تحلها. معي تمارا على الخط لنشوف وين صارت وهي بشو بحاجه لها اليوم لنقدر نحن نساعدها. خلينا نشوف اذا تمارا معنا. هاي باميلا. هاي تمارا. اول شيء ثانك يو للتدويه على هذا الموضوع. اذا بدك اعطيك شويه ابديت. اول شيء بدي اقول لك تمارا يعطيك العافيه لك ولكل الاشخاص اللي عن جد عم بيساعدوك، لانه حسب ما سمعت كمان في اشخاص بيستفيدوا من هول المواقف ليبلشوا يعملوا حالهم هن هيروز ويكبوا حالهم على السوشيال ميديا انه هن عم بيساعدوا وهن ما عم بيعملوا شيء غير يتلقوا اكسبوجر وياخذوا دونيشنز ويعملوا حالهم ابطال وهن ما عم بيعملوا شيء. فما رح نسميهم بالاسامي تمارا، نحن هن بيعرفوا حالهم، فمن خليت يا ريت دي ستيب اسايد ويخلوا الاشخاص اللي عن جد عم بيشتغلوا والان جي اوز انت وغيرك اللي بدنا نقول لكم عن جد ثانك يو على شغل اللي عم تعملوه صار لكم ثلاث ايام. فاول شيء انا بدي اقول لك يعطيك العافيه على الشيء اللي عم تعمليه لانه هيدي مصيبه اكبر منك وقعت عليك من دون ما تعرفي. فتمارا خبرينا اليوم وين صرنا بالريسكوينج، صار لكم ثلاث ايام وشو صار معنا وانت بشو بحاجه له اليوم؟ نحن هلا في رفيق بعقد قدم لنا ارض اسمه عدنان، اكيد بدنا نقول له ثانك يو. ثانك يو كثير كثير، اعطانا ارض لننقل هالكلاب يلي عم نقدر نلقطها لهونيك. لهلا صرنا لاقطين 51 كلب. نعم. وبعد باقي 17 كلب حوالي الشلتر. هن هلا يعني هي اهم شيء نعمله انه نلقط هول الكلاب، لانه مش بس عم بيشكلوا خطر على الكلاب بالشلتر تبعولنا، عم بيشكلوا خطر على كل الحيوانات بالغابه الموجوده هونيك. معهم امراض بتضرب تعدي غير حيوانات ومميته. نعم. بس بدي ركز على شغله انه هول الامراض ما بتعدي الانسان، فما حدا بالمنطقه فوق يكون عامل بانيك او اي شيء لانه هيدي الامراض بس بتعدي بقية الكلاب. سو نحن هلا بحاجة نكمش هال 17 كلب وننقلهم على الأرض بالجنوب يلي 51 صاروا هونيك. وهونيك نحن الجمعيات عم نتعاون مع بعض، كل حدا مستلم شيء عم نطببهم وعم نعالج
وعم نشوف كيف بدنا نقوم من هالمصيبة والمجزرة يلي عارف يعني. للأسف أنه كل جمعة عنا خبرية أبشع من الثانية تمارا، يعني سبق وكنت هلأ عم أقول كمان عن الكرام اللي صارت بالأرز، اللي هي الشخص اللي كان عم يضرب كمان الكلب اللي كمان أنتوا طلعتوا give me a paw، وأنا من perpetual watch كمان طلعوا معكم، يعني أنا من لبنان طلعوا، وأنا من لبنان كمان اللي عم بيشتغلوا كتير، بدنا نقول لهم thank you so much، بدنا نوجه لهم تحية كبيرة. ولا ثانية من أول ما حكيت على الموضوع لآخر الليل كل يوم عم بيكونوا معنا، يعني أنا من لبنان عم يعملوه معنا incredible، فthank you من كل قلبك عن جد، ما كنت عارفة شو عملت بلاهم. يعني بدنا نقول لهم ثانك يو لكل الاشخاص اللي ساعدوك يا تمارا. نحن 51 كلب قدرنا اول شيء بدنا نقول له لمستر عدنان ثانك يو على الارض، ميرسي انه في اشخاص بعد مثلك بيتعاونوا ليتعاونوا، مش لا يعملوا دونيشنز على ظهر كيسز ولا يعملوا حالهم هيروز وهن ما عم بيشتغلوا شيء، بيطلوا نص ساعه ساعه وبيصيروا ينزلوا ستوريز ويقولوا انه هن عم بيشتغلوا وهن ما عم بيعملوا شيء، فاكيد هن بيعرفوا حالهم كثير منيح اللي عم بيعملوا هذا الشغل، اما اللي عم بيشتغل من قلبه واللي صار لهم من نهار الجمعه معك والسبت تمارا كمان ذي ار هيروز قد ساعدوك. نحن اليوم بشو بحاجة؟ يعني اجوا كمان اجوا كثير عالم، بدي اشكرهم كلهم عن جد. نحن اليوم بحاجة، بعدنا عم نلقط كلاب، وبعدنا بحاجة لليشات او رباط لنكمش الكلاب، بحاجة لتراكينج كيجز لانه الكلاب اللي بقيوا خايفين ومخبيين وعم يكون كثير صعب نلقطهم، وبحاجة لقفص لنحطهم بقلبهم، وبحاجة لاكل كثير لنقدر نكمل عم تعمل هال 70 كلب اللي هلا حيصيروا انه كلنا مسؤولين عنهم. نعم. اوكي يا تمارا، انا بدي اقول لك ثانك يو لك ولكل اللي حابب انه يتواصل معك جيف مي ا كو، فيكم تتواصلوا معها على دي ام، تعطيكم رقم تمارا وبتشوفوا شو بدكم، اكل ليش وكيجز واشخاص يقدروا ينقلوا كلاب من المنطقه على الجنوب، كمان نحن بحاجه لسيارات كبيره. تمارا بدي اقول لك يعطيك العافيه وان شاء الله هالقصه بتخلص قريبا جدا، ولكل شخص عم بيساعدك كمان بدي اقول لكم يعطيكم العافيه. هيدا بالنسبه للكيس اللي سمعنا عنه، رح نكمل هلا بفكره باتس مع ضيفه جو صندوق وكلبته ايستار. غير شوي نحكي عن شيء حلو، رح نحكي اليوم عن بريد المالينوا اللي عم نشوف منه كثير صرنا بلبنان، هالبريد اللي بتعقد اللي كثير مهضومه مع انه شكله بخوفه، بفكروا عالم انه بخوفه، لا انا مش انا، في اشخاص بيقولوا انه هذا كلب يمكن بخوف، بس هن سويتست دوغ واسكيا بشكل مش طبيعي. جو اهلا وسهلا فيك معي اليوم، كيفك؟ ماشي حالك استار؟ مبسوطه عم بتهز بدنبها واكسايتد، ايه شيز ا فيميل مهضومه ومبسوطه. جو بدي اسالك خبرنا شوي عن هالبريد عن المالينوا اللي هلا شوي عم نسمع عنها اكثر وعم بيكون عندنا نولج اكثر من قبل، بدي اعرف شوي الكاركترز تبعوه للكاركتيرا كيف، شو بيميزهم لهالكلاب؟ كاركترستيك المالينوا، بلش المالينوا بال اول 1900 1890 اكزاكتلي بمنطقه اسمها مالين ببلجيكا، اوكي، ومش هيك ما سموه مالينوا. طيب. المالينوا بلشوا اكشلي هو از وركينج دوغ، منه كلب بيت، تن نحكي من الاخر طبعا نلف وندور انه هذا كلب، اتس نوت ا دوغ ينحط بالبيت اذا شخص سبيشلي ما عنده اكسبيرينس، اذا ما عنده اكسبيرينس بالكلاب. سو كانوا هول الجماعه اهل الضياع ينقلوا حطب ينقلوا مي على ظهر المالينوا، دونك كانوا يركبوا العربيه على ظهر المالينوا وينقلوا ماتيريال. اوكي. سو بما انه شافوا انه الكلب از وركينج دوغ وكثير عنده ابيليتي يشتغل وعنده انديورنس كثير عاليه، بلشوا يشتغلوا اكثر تيعملوه از وركينج دوغ، يستعملوه للبوليس، يستعملوه فور كومبيتيشن. مزبوط. okay. اصلا بنشوف اكثريه السكيورتي والبوليس هذا بيكون عنده المالينوا. صح. بس انفورشنتلي صارت شوي بلبنان موضه انه مالينوا بده اياه بلاك ماسك وفول بلاك، او يكون المالينوا هو بده يكون ماسك اسود فوف شربوني، هيدا لون المالينوا. ما اذا فول بلاك ذس از نوت ا مالينوا. اوكي. اوكي. هيدا هو اللون المظبوط. هيدا ريكوجنايزد باي ذا اف سي اي. اوكي. اوكي هي فيدراسيون سينولوجيك انترناسيونال. دونك فوالا هيدا المالينوا. هيدا هو المالينوا لكينه. طب اذا حدا بده يحطه بالبيت، اذا في اشخاص بتقول لك عنده انا بحبه، هو بيقدر يحطه بالبيت بس اذا عنده اكسبيرينس، اذا واحد منه اول مره بيقني كلب ديفينتلي ما يروح لمالينوا. اوكي. لانه في عنده طاقه كثير عاليه المالينوا، بده يظهرها بده يشتغل، ما فينا نطلب من 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 كلب عنده هالقد طاقه بس انه يكون از باد دوغ يقعد بالبيت وما يعمل شيء. اوكي.
والافضل أوكي. اكيد ينحط بمحل في سبيس وجاردن كبيره كرمال لانه بدهم عندهم انرجي بدهم. انا ضد قضيه جاردن بيرسونلي لانه جاردن الواحد عم بيقلل خاصيه يظهر يمشي كلبه. لا يقدر... نحن عم نقول مش للتمشايه، نحن عم نقول انه سبيس لقله طالما إيه قاعد أكيد. بالبيت اكيد احسن له يكون أكيد. في سبيس برا من definitely. ما يكون قاعد بالبيت اكيد شو ينحط بجاردن وما يظهر بقى لبرا على طول. المالينوا فاست ليرنرز يعني من الكلاب اللي بيتعلموا كثير على السريع واذكياء يعني مشان هيك بيستعملوهم البوليس والسكيورتي لانه عندهم قدرات. هلا عم نشوف الصور هيدا هون بالورد شامبيونشيب ببطوله العالم وقت طلع تيم لبنان قدم بالاف ام بي بي اللي هو ممبر بالفيدراسيون مونديال دي بيرج بلج صار ببيسك بتشيك ريبابليك سنه 2019 والال ام سي هو اللبنيز مالينوا كلوب. هلا كنا بدنا نحكي عنه بدك تخبرني شو عن ال ام سي. سي هي كلوب بلشت تقريبا من 6 سنين وليتلي سجلناها بالدوله بوزاره الداخليه مبروك وثانك يو وصار فيها علم وخبر وهلا ايفنتشلي عم نجرب اكثر نعمل ابروتش للكانل كلوب اوف لبنان يلي ما بعرف ليش في على طول حديه انهم ما بده يتعاون معنا كبريد كلوب اي دون نو واي سو بس هو كال ام سي هو ايفنتشلي هو ريبريزنتان بالاف ام بي بي اللي هو الفيدراسيون مونديال دي بيرج بلج يلي كل سنه بيطلع تيم من لبنان فيكون شخص فيكون شخصين معنا اب تو 5 بيبل تو كومبيت وذ توب 50 توب 60 كونتريز ان ذا وورلد. قد ايه صار لكم بالال ام سي؟ هيدي السنه كانت بجريس بجريس بس قد ايه لكم بلبنان الال ام سي؟ الال ام سي اوفيشلي من تقريبا 6 سنين صار لكم 6 سنين عم تروحوا على تشامبيون شيبس؟ صح عم بتشاركوا بالتشامبيون في شي مره بعد كورونا صارت اكيد كورونا وقفت بلشنا عام 2015 تقريبا وشي مره طلع شي ربح حدا انا عملت اكثر رانك اعلى رانكينج عملته 36 اوكي كانت عام 2016 اوكي كان بفرنسا كم يعني بتحس العالم بلبنان صار عندهم شوي فاميليير اكثر على الموضوع يعني عم بتحس انه صاروا يعرفوا بالكلاب اكثر بيجوا لعندك بيسالوك او بيروحوا بشركه انا مامبر بهالكلوب الكلوب ما له الي هذا الكلوب از بابليك كلوب لكل شخص بحب البريد ما راح حتى ضروري يكون عنده مالينوا ينتسب لهالكلوب بيقدر يتسجل موجوده على انستغرام على فيسبوك بيقدر يتواصل بعبي الكونتاكت فورم از جاست بابليك كلوب سو هيك هون اذا حب يعرف اكثر عن البريد الكلوب بيعمل سيمينرز بيعمل ورك شوب بفسر اكثر هاو يو هاف تو ادوكيت ذا مالينوا اند هاو يو هاف تو تشوز ذا مالينوا هون نقطه كثير مهمه كيف بدك تنقي المالينوا والعالم تسال انه اسود بدي اخذ من هيدا الليتر او من هيدا البطن بالعربي ذاتس رونج انت بدك تنقي في شيء بسموه سيلكسيون سيلكشن فور بريدنج سو الاهل لازم يكونوا عاملين تايتل لازم يكونوا مصورين الهيبس والالبوز اللي هن الوراك والكواع بده يكون عامل اكزامز الكلب هون انت مشان هيك الفاليو تبع الكلب بتعلى بس يكون عنده تايتل اوكي اوكي سو ذاتس ات المالينوا بده كثير تريننج صح يعني بتحس انه انرجيتيك كلب انرجيتيك ايه انرجيتيك يعني بي لايكس اكثر عنده طاقه بده يظهر اكثر من غير كلاب لا عنده هيدا مشان هيك الانسان او ترينر بيستفيد من هالطاقه تيوظفها ب بشيء في يكون متفجرات في يكون الغام في يكون اتفاق اثار في يكون كومبيتيشن مثل ايستار لقطه الطابل توي تبع الدرايف تبع لانه شي ستريند فور اكزامز يلي بدنا بسموه الاي جي بي اللي هي اتس موست انترناشونال جيم دوك سبورت جيم ان ذا وورلد اوكي قد ايه صار عمرها ايستار 4 صاروا 4 سنين yes. وانت اخذتها من هي وبابي يعني هي خليت عندي ايستار عملت عندك yes, ودغري عرفت انه هيدي الكلبه بدك اياها اي لافت هير وتركتها اشتغلت على كاركتيرها واصلا اي نو ذا بارنتس لانه بيا كلبي كان كيم وامها كمان عندي بتعقد اصلا ستار وليك شو كل الوقت عم بتهز لنبها مبسوطه شيز اولويز هابي وليك قديش بتحبك يعني عم تطلع فيك كمان يعني مع انهم هن بيتدربوا وكلب حراسه وبوليس وبيستعملوهم بالمطارات كثير بس كمان ذا ار ذا سويتست دوجز يعني عندهم مش انه هذا الكلب الفايتر اللي اجريسيف ابدا بعقد لك شو مهضومه وعم تهز لنبس وكمان كثير حلو الكاركتير تبعها يو كان اون ات اذا عندك وقت لها شو بده يعمل واحد تيكون ممبر بالال ام سي اذا الاشخاص اللي عندها مالينوا بيعبيها وبيقدر ينتسب وبنصير هلا بعدنا شوي نحن بدنا نحن اكسبوجر اكشلي اكثر يعني ثانك يو لك انه ضويتي على الموضوع وهي قد ايه بيصير عندك ممبرز قد ايه بتقدري تعملي سيمينرز اكثر قد ايه بتقدري تعملي اكزامز اكثر قد ايه بتقدري توسعي الدايامتر تبع اليوز كيس تبع هالكلوب
للكلوب تبع اكيد كلوب المالينوا. يس يس يس. بدك تجوزها لايستار؟ ما بعرف فيها في لانه هلا اكيد رح يسالوني اذا حدا بده بابيز. ما بعرف لانه دغري بيجيني سؤال انه اذا حدا بده هلا. بس ام فيري سيلكتيف. اي دونت سيل فور اني مش مين ما كان. لا 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 بقول هي الطريقه الصحيحه اصلا اليوم. ابسولوتلي اكيد ابسولوتلي. هون حتى بالادبشن هي لو 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 شوي وزاره الزراعه بتضوي على الموضوع الكلاب. وسوري رح اعطي فكره كثير بما انه الموضوع فتحتيه عن قضيه الكليشيان ايران او الكلاب البطرقات. صح. اذا وزاره الزراعه بتحط بادجت فيري سمول بادجت وعندك بلبنان عم يتخرجوا دكاتره دونك مش مفروض نجيب اني فات من برا بيخسوا الفيميلز تبع كلاب الطرقات تي ان ار ما بتكلف شيء هو تي ان ار بس يخسوا الفيميلز ويتركوهم هيك عاملين بتركيا بتركيا ممنوع بقى يبيعوا أو باتس بالمحلات بقفاص صح از فوربيدن اوكي وقديه بدها تاخذ ما رح تاخذ شيء يعني از اوف توداي ل 14 سنه لقدام ما بقى بدك تلاقي كلاب على الطريق شاذة لأن كتر بيعمل تكاتر. هلأ الـ NGOs وأكيد نحن على طول أنا بوجه لهم تحية وقد ما فيه بفكرة باتس بيجي معي founders of NGOs عم نحكي عن عم نشتغل على الموضوع بس المشكلة بلبنان عنا إياها أنه على طول ما بيتضامنوا سبحان الله يعني على طول في مشكلة عندي تحفظ حداً. على هالأساس ايه أنت عندك تحفظ بس أنه المشكلة اللي عم بتصير أنه عم نجرب قد ما فينا هلأ نشتغل على موضوع تي أن آر اللي هو خاصة الكلاب الشاردة على الطريق صح. كرمال بابا يتكاتروا كرمال من وراء الأمراض من وراء الكمية لأنه عم بيكون في كتير عم بيتقوصوا دي آر أبيوز فإن شاء الله أنه شي نهار نقدر نوصل للحل عم نشتغل على الموضوع وإن شاء الله أكيد بنجتمع كلنا حتى للسلامة العامة يعني أكيد. الكلب اللي بيقطع طريق إذا خبصوا في وحدة توفت على طريق دبي توفت لتري توفت من وراء كلب عم يقطع الأوتوستراد كسرت وفاتت بالحيط للأسف so. جو للأم سي لبنانيز مالينوا وين في بيج على انستغرام ولا يس يس بيج اون انستغرام اند اون فيسبوك اوكي اللي هي البريزيدنت هي دكتور ماري شير اند شيز ان كونتاكت وذ اف ام بي بي اللي هي الفيدراسيون مونديال دو بيرج بلج موقعها ببلجيكا ببراسلز وكل سنه بيعملوا انوال ميتينج تبعهم سو وي اتند ذير اند وي اتند اند ايفن ان ذا كومبيتيشن و بس شوف عالم لبنان قدام اكيد لكن ال ام سي هي البيج كلوب اللي هي البيج كرمال مالينوا كلوب اللبنانيز مالينوا كلوب ال ام سي كلوب على انستغرام اذا حابين تاخذوا معلومات اكثر او تشوفوا كل شيء خاصه بالمالينوا هيدا كانت فكره باتس لليوم جو بدي اتشكر وجودك معي وايستار متعقد كمان ثانك يو انك فيري هابي دوغ هيدا كانت فكره باتس لليوم مشاهدينا حنروح بريك ونكمل